ديتسن. وش السر؟ السر ديتسن. بالاسبوع هذا والله بالغالي عاد ها ولدكم القديم والله احتاج اول نادي وقعت معاه صدق ابوه هادي نعم قبله مو بالنهضه لا قبل النهضه اربع سنوات شيخ شيخ عطنا سر من اسرار علي بن قصي وش السر السر ديتسن يعرفه ان شاء الله ابو محمد لا حنش فاز البيرثدي حبيبنا الله ياسر والله متواجد على طول حبيبي هلا هلا الف مبروك يا حبيبي ما شاء الله اقبل الكاس باذن الله يا حبيبي هلا يا حبيبي يبغى ياكل واحد يبغى يلهط واحد بعد ما خلص اكله يبغى يلهط واحد طيب عندي لك اسم حلو اربعه هي حكولك ابو عمر مات مال بسنا مره ها مره الله مشكله ابو عمر يحبك والله ودي اسوي خفيف دم الولد بس ما يحب الظهور ما يحب الظهر الاعلامي هاي صوت طيب حيا الله ابو احمد صوت الله يحييك كيف حالك الله يطول ابو احمد الان بيجون الله يبارك فيك بيجون الان خمسه صغار هنا في الشقه انا ابي ثلاثه ببيعهم لا ماني معطيك شيء ليه بيسكنون معنا بيسكنون معنا في الشقه بنسوي لهم بيوت هنا خلاص ثلاثه عندك واحد من جوج وواحد من شاري لا نخلي ثلاثه في غرفه مشاري اي حلو عشان ايه اهتم شاري حب الاهتمام ترى حب الاهتمام طيب الهلال لكن بعد ما فاز الجندي على الاهلي الجندي ترتيبه قبل الاخير في دوري الاهلي المفاجآت وارده في 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 كل في كل مباراة يعني لا تستغرب اذا الهلال خسر اليوم يعني انا ماني ملاك ولا اني توقعاتي دائما صحيح يمكن توقعاتي تصير غلط يمكن يفوز ال وصلوا الجوف شفت والله ما مقطع ما ادري يمكن لاعبين كريه بعد بسياكل يطلعون مالكم نفس احس وهدوء وش السالفه الاتحاد وكريه والله بدعوا مبروك الجمهور الهلال وارد لك الكريه كابه اليوم يا ابو احمد والله العظيم انت عارف جازه ويوم ركود ركود مره ركود ابو عمر تسمح لنا نصورك ابو عمر والله انك خف الدم ابو عمر فيك خف الدم والله فيك خف الدم ابو عمر خلينا نطلعك سناب ترى المتابعين متشوقين ولا يبغون شوف لا مو لازم تطلع الصوت صوت هاي سوري لا ابغى بطلع وجهك ابو عمر ترفض رفض تام يعني ايه 1-0 مبروك مبروك وجههم يا ابو عمر يعني حاول تركز حط النصر هذه حط عليها الكسر النصر بيوقفكم انا اقول لن يستطيع طفل كاس العالم الانديه 300 اعتبر خلاص فوز 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 ما شبعت ما شبعتوا خلاص يا اخوي امور هنا وش ذا لهم 20
300 مباراة ما خسروا. أعوذ بالله ما شاء الله. 300 مباراة أو أكثر بعد. باقي مباريات مكسبة. يا ساتر عندكم بعد رقم تكسرونه؟ لا أدري بس الوحيد اللي قادر يوقف هلال النصر. تتفق معي أبو أحمد؟ إيش؟ ها؟ الوحيد إيش ما أدري؟ الوحيد اللي قادر يوقف هلال النصر. الوحيد مو قاعد أركت أنا هذه معلومة حطها في راسك إن شاء الله. الوعد إن شاء الله في كم؟ 31 أكتوبر. 31 أكتوبر بإذن الله بعدها بأربع أيام. تعال تعال قولها قولها في سنابك. قال كلمة عبود قولها حاليا. لا قول الكلمة الشباب سمعوا قولها. ايوه اترك تقول كلام هناك. طب افهمني ها. انت قاعد تقول نادي الوحيد اللي قادر يوقف الهلال النصر. ايوه النصر. انا اقول النصر الصدق انه هو النادي الوحيد اللي قادر يوقف الهلال. خلاص بس قال لحظة عبود. لا 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 اسمع ها. بس اذا حل مشاكله بس اذا يعني حل مشاكله وعرف يدير اللعب وعرف يضبط تشكيلته راح يفوز على الهلال. اما كذا مستواك هذا ما راح تفوز. يعني افهم من كلامك فسر انك متخوف من النصر. مو حاليا لا على مستواك هذا وعلى ادائك وعلى لعيبتك حاليا لا. بس اذا قدرت يعني نفس العناصر بس قدرت تعرف كيف تديرهم يمكن تفوز. هذا قصدي انا. قصدك النصر هو اللي بيوقفكم؟ ما راح يوقفني الحين. قصدك النصر قصدك النصر النصر هو كابوسك. كيف كابوسي يا اخي كيف كابوسي؟ امس عبود والله عقلاني شوي يقول يعني لو النصر حل مشاكله وهو فعلا يقدر يفوز على الهلال. نقدر يعني نقدر يعني انا اقول لك يلا يلا شوف اتحاد الحين لو حل مشاكله ما يطلع لو حل مشاكله ما راح يفوز ترى. حتى في الدوري الانجليزي السيتي هناك مخرب كل شيء بعد يقولون هذول مخربين كل شيء هنا. ايش ايش ذا يا اخي ليش ما يجمعون السيتي ومدريد والهلال يحطونهم كلهم في دوري لحالهم؟ خلاص مدريد مخرب اوروبا كامل. مدريد مخرب اوروبا وش ذا يا ابو عمر؟ خلنا نسوي تشكيله ونلعب ضد الهلال يا ابو عمر. يمكن يا رجال ما بس اكاديمية فيصلي الا فزنا اكاديمية فيصلي والله. وصنعت صنعت العبود صنعت له هدف يحلم فيه والله ما يصنعه سافيتش. صلاه يلا استغفر الله العظيم. ابو محمود خذ توقعاته كم توقعاتك اليوم؟ 50 كم؟ كم؟ ابو محمود نادي الوطن انت يا ابو محمود. يعجبني يعجبني الوفاء والولاء. توقعاتك؟ لا لم اتوقع. ما في توقعات؟ والله انا ما ادري ايش ابي هنا قسما بالله العظيم. الله يحييك ابو محمود. انا وش جلستني انا؟ ليش اللي فات؟ جود لك جود لك. فلاش ان شاء الله ما تخرجون اليوم وان شاء الله انكم تتاهلون لان وجودكم مهم في بطوله كاس الملك. قلبي معكم يا ابو محمود.